هناك فئات عمرية شاركت بهذه الفعالية اعتبارا من 5 سنوات حتى 17 سنة. أيضا شاهدنا لوحات مميزة نفذت من قبل هؤلاء الأطفال الذين لا يقلون أهمية عن أشقائهم الأطفال الذين يتابعون أيضا هكذا مهارات فنية. فهؤلاء الأطفال هم قيمة مضافة للمجتمع، ونحن بدورنا كوزارة الثقافة نقدر ونثمن هذه الجهود المبذولة من قبل القائمين والمدربين على هؤلاء الأطفال. اليوم نحن بيكون نتاج لعملنا على مدار العام، لأنه نحن بنشتغل على مدار العام مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والأهم هي المسابقة اللي كمان أحدثتها وزارة الثقافة اللي هي مسابقة خاصة لأطفال فنية وأدبية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. كمان هو اليوم المهم أنه تكريمهم، والأهم بهي الاحتفالية كمان مشاركة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بكل الفعاليات. مثل ما ملاحظة الورش بالكامل هنن أطفال مشاركة فعالة وإيجابية كتير لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. والمهم كمان أنه ضمن الحفل كمان الغناء الكور، يعني كله كمان في مشاركة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. فنحن منحب يكون هنن فاعلين وهنن أساسيين وهنن ذوي قدرات خاصة مو ذوي إعاقة. أكيد نحن منؤمن بهذا الشيء، وإيماننا بهذا الشيء هو اللي عم يخلينا يشاركوا معنا بكل فعالياتنا.